السلام عليكم الاخوات، منكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في صحه جيده. اليوم الاخوات غنشارك معكم هذا الملهوي اللي بدون طريق وساهلين وبساط، ما عليكم غير تتبعوا الطريقه ان شاء الله من البدايه حتى النهايه وتحصلوا على ملهوي. اختي ولا خويا غتنوضوا تحضروا الملهوي بدون طريق وبدون مجهود، بدون لي الطريقه اللي سهله وبسيطه ورائعه يا البنات، وغتبهركم وغتعجبكم. والهم من هادشي كله تيجي ملهوي دفعة كثيرة ما شاء الله، في كمية كثيرة، ودغيا توجديها بدون تعب بدون مجهود. ما عليك غير تتابع الفيديو وتجرب الطريقة ديال تشكريني عليها ان شاء الله، تيجيو فنين الاخوات واعرين ملاوي بدون لي بدون مجهود بدون تعب بدون توريق بدون توريق. ما عليك غير تتابع الطريقة ان شاء الله. بسم الله على بركة الله، ندوزو للطريقة والمكونات. وشكرا لكم المتابعين ديالي الاخوات. نشارك معكم الملاوي. ندير جوج سليف ديال الفورص بهاد السلافه، شوف جوج سليف صافي. نزيد السلافه الثانيه، شوف ها هي بحال نص كيلو تاع الفورص، وغندير زلافه فينا. ها هي دير لايك لايك لمامينا، زلافه فينا صافي. وندير المكونات اللي باقا حنا قيسنا صافي. هنا البنات اول العسل عندي، دير معلقه ديال العسل، و متوفرش العسل يدير السكر، هو تيعطي داك اللون زوين صافي. الملح البنات على حسب الذوق، الملح على حسب كل سيده وكيفاش باغا تملح. هاديك شريتي بلو؟ ها شريتي بلو. هنا البنات غادي ندير خميره، باش يجينا ما بحال بارد. دابا يجينا شويه فارق الملاوي ويجيونا زوينين. هنا البنات هذا هو السر اللي تيجي غزال بين الملاوي، معلقه ديال النشا، معلقه ديال النشا ولا مايزينا صافي. من فوتو هنا شويه المدافي، مع عندنا الحل بارد. هنا البنات عندنا الشتو، عندنا شويه البرد صافي. غادي نجيب راس تاع الماكينه، واللي ما عندوش الماكينه عشان غير بيدو عادي، عجينة ديال المسمن عادي. غير انايا كنتوفر الماكينه، درت العجينه في الماكينه صافي. البنات راه حيت الضو ديال الكاميرا علاش بان لكم الظلام. المهم صافي غادي نعجن العجينه ديال شويه بشويه وخليكم معايا صافي. هنا البنات راه تعجنات مزيان ودت الكاس مزيان. هانتوما شوفوا كي داير الدليل، هانتوما شفتوه، هانتوما هانتوما. ما تكونش قاسحه وما تكونش رخوه بزاف. راه غادي نجمعها وغنلمها بواحد المحلقه ديال الزيت ولا جوج، ونجمعها مزيان ونخليها ترتاح شويه. بلا ذوب الزبده، غندوب بواحد 120 غرام ديال الزبده ولا 100 غرام ولا اللي متوفر عندكم. المهم انا عندي واحد 120 غادي ندوب. ضربتيني يا ساره الله يهديك. ما ترتاحت 10 دقائق خليتها ترتاح حتى نتوما شفتوا صافي. دابا غندير شويه الزيت في يدي وغندير به كويرات نتوما. تبارك الله العجينه كي مخدومه البنات بنينه. انا وحده نديرو نصايبه تنسالي صافي. غادي نرش السطح العامل، فاش غادي نحط البلاط اللي غنحط فيه البلاط العامل، كندير ليه شويه الزيت باش نحط العجينه ما تلتصقش لينا. غنعنقك باينش ليكم اقلا غنعنقك غنعنقك مامين ماما درت سميده رقيقه ومعاها معلقه ديال الحليب ديال النيدو، تيعطي واحد المذاق زوين. كما قلت لكم الزبده ذوبتها وزدت فيها شويه الزيت، وهنا الزيت ديال التوريق، العجينه اللي خليتها ارتاحت، وغنبدا نورق. يكون عندكم البلاصه فين غتخدموا تكون متيسعه، ولا ديروا شي بلاطو حتى ما عندكمش نتيسعه، ماشي ديروا شي بلاطو فين فين تخدموا بالوحده. هاد الملاوي اللي غنعطيكم راني عاطيه لكم غير طريقه المسمن، دايره هاد الطريقه المسمن حاطاها في بدايه القناه راه غتلقاوها صافي. نتوما شفتوا غادي ندير الزبده على هاد الشكل، ندير السميد وداك الفينو
وندير هاد هادي بحال لا لا غادي تطلي لك زيت صافي. وغادي نزيد واحده اخرى حتى ندير الطبقات. ديروا على حسب كما قلت لكم المكان كان عايد يمكن لكم ديروا حتى 6 7. وغادي تعطيكم طريقه زوينه هاد الطريقه تعطيكم دفعه واحده الملاوي. ما تحتاجوا لا تبقاو تورقوا لا والو. هاد الطريقه كما قلت لكم عاطيكم حتى في المسمن. والعجينه تبارك الله تخدمات مزيان صافي. دابا انت باقي فك عندك هذه عطاتني البنات درت هنايا دابا 4 كرات باقا عندك دقيق 4 على 6 10 باقا عندك دقيق 12 كره وميتها باقا عندك كل وحده غندير فيها 6 صافي. جوج دفعات غيكون عندي العجين ديالي الملاوي ديالي واجد. ولكن خليكم مع الفيديو ما تمشيو فين باش تحصلوا على النتيجه ان شاء الله زوينه كما حطيت لكم الوصفه وطبقتوها غتلقاوها غزاله يا البنات. تحليل 5 ماشي زبده. صافي بعد ما كملتهم البنات غنجيب اول وحده انتوما صافي تكون ماشي تكون مربع البنات تكون مربع تكون رقيق داكشي هانتوما الشوره كبيره بزاف ورقيقه صافي. دابا هانتوما خليكم معايا ديري الزيت البنات عندي الزبده هانتوما شتو كل ما باينش ليكم مزيان بحال هكا هانتوما الملاوي جوج دفعات تكون مصايبين الملاوي تسمحلو ما تعذبو هانتوما صافي. نجرب نمشي بيكم الاخوات ليكم مزيان كيفاش غنطويها. خليكم معايا نطويها بحال قبل العرض هانتوما نطويها بحال هكا هكا سلطات شتو هانتوما بحال هكا. نجبد هادي من هنا نجبد هادي من هنا صافي. نجيب هادي هنا بحال هكا وغادي نهزها بحال هكا هانتوما شتو ساهلة. وغادي نجيب هادي هكا هادي هكا كان صايبتها انا صايبتيهاش اخدها من هاديك الصيف. شنو هاديك هانتوما شتو كيبان البودان ديال الكاشير شتو ديال الفقاس هانتوما على هاد الشكل. ها العجينة التانية تاهي شتوها هانتوما شتوها كي دايرة تاهي كبيرة. وغندير الزبدة يلا ندير الزبدة واخا هداك الحليب والسميد الناعم رقيق هاد السميدة لقيتها هنا تتباع زوينه تجيش في الملاوي ولا في البطبوط فرشة كتجي غزاله يا البنات. صوفي عند قليله صوفي تتحل كامله دابا نصوبها صافي كوني هاني صافي. هنا الاخوات نقطعوهم الحجم اللي بغيتو طريقة سهلة وبسيطة بزاف البنات وزوينة هانتوما هانتوما شتو هانتوما صافي. وهنايا البنات غير الفينو بوحدو كندوزو بحال هكا
كنغبره فيه وكنحط كيجي الطوراق زوين انت بحال الشنيك شتوه انتم كنجمعوها بحال هكا ماشي بزاف ياخد الطريق بزاف ستة فهم بحال هكا وهانتوما البنات راني ما غادي نجي نكمل ونمسح المكان ونغسل ليا المواعن اللي خدمت بيهم تلقاه ختام صافي هنا البنات هما ارتاحوا غادي نبدا نكرص هنايا ندير شويه الزيت ونكرص صافي صبطها مزيان كما قلت لكم البنات صافي تلعب ليا القصيه وكيما عليش غنصبطها مزيان صافي هنا عندي واحد الرشيشه ديال الزيت بحالكم بالسمير كل يكون بلايد يكون قريب يجينا مقاد انتما هلا بدات تشد فرعتها غنقلبها هذا كان فينو اللي درنا ليها تيخليها تجي مرمله وزوينه تحطها فوق منها مامينا لا انا ندرس وحده اخرى هذه تحيديها هنا البنات هذه راها غنقلبها باش يدير اخرى درت ليها شويه الزيت هذه المقلاه كبيره ما كنمشي فين عندي وعارفينها كتروح ليا من السمن دغيا وفي نفس الوقت غنكرص الاخرى صافي هنا الاخرى كرصتها البنات خليتها تبقى صغيره ترتاح دائما وهذه هي المقله شويه هنا بشكل عافيه مقاده وصافي هانتوما خليكم معايا تيجي غزال البنات نتمنىكم تجربوه ان شاء الله ما تبخلوش عليا غير بالبارطاج كنوقع التواصل واللايك والاشتراك وجربوا الوصفه وخلوا لي في التعاليق صافي هنا هانتوما شفتوها سيرة تتحمر وتيجي مقرمشه وتيجي زوين بداك الفينو الطريقه عطيتكم غتولي معتمده عندكم تجربوها ان شاء الله وتعجبكم ديما تنقرص وحده نخليها ترتاح راهم كبار البنات الملاوي ماشي صغار راه تبارك الله ما شاء الله كل وحده قداش يا سلام كي جا يا سلام ما نقولش ليكم الغزال تبارك الله ما شاء الله جفني زيت صافي هنا البنات انتم تبارك الله ما شاء الله قرب لكم الكاميرا تشوفوا انتم شوفوا تبارك الله جواع على البنات صافي هنا الاخوات ثم تبارك الله ما شاء الله كيفاش يجي تيجي فن والعافيه مهيله ما تكونش مجهده البنات كنحط وحده على الوحده نتوما نقرب لكم على قرب شوفوا تبارك الله كيفاش يجي مهوي وزوين واو يجينا من النار غزال تبارك الله صافي تنبقى مستمره على هذه الطريقه نقلب فيه باستمرار
هذاك الدقله تيعطيه الفخ ويجي فشفش ويجي خاوي ويجي خفيف ويجي زوين. نتلاقاو ملي نكملو الكميه ان شاء الله. الاخوات ساليت الكميه تبارك الله ما شاء الله، كيجي فن البنات، يجي رائع ونعم الكلمه، تيعطي كميه كثيره ما شاء الله، جوج دفعات تحصلي على الملاوي كثار اختي. وجربي الطريقه سهله مهله بدون توريق بدون تعب بدون مجهود، ما عليك اختي عطنا تجربي الملاوي الطريقه اللي غنحط لك. وشكرا لكم المتابعين ديالي وبالسلامه عليكم، نلقاو ان شاء الله فيديو جديد.